واحسن بين الاعتبار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في هذه الصانة، وعلى اساس المبادرة الثنائية الروسية المصرية لاجراء القمة الروسية الافريقية في سوتشي في هذه السنة برئاسة الرئيسين السيسي وبوتين. ونحن سجلنا الخطة للتنسيق الكامل تمهيدا لهذه القمة، ونحن نرحب بنتائج مباحثتنا اليوم. وإذا أنا أود أن أدعو صديقي وعزيزي علي عزيز لزيارة روسيا وموسكو لنواصل اتصالاتنا، وشكرا.